حضرتك شاورت مرة على نادية الجندي ونبيلة عبيد وأحمد حلمي وقلت إنهم ما بيعرفوش يمثلوا. قلت مرة كده. عارف أقول لك ليه؟ أنا كان الحديث في سياقه أن دول نجمات كبار. سيبي حلمي دلوقتي لأن حلمي وجهة نظري فيه موضوع تاني ولكن هو اتاخد في الرجلين ولكن نجوميتهم دي أنا قلت هي أكبر من الموهبة، من حجم الموهبة. ما قلتش فكرة بقى أما يتكتب ما بيعرفوش يمثلوا مش ده اللفظ ده. هو مش ده اللفظ إن نجوميتهم أكبر من موهبتهم. طب ما هو أنا قلت إن دي إدارة الموهبة اللي حضرتك بتتكلم عنها. بالظبط. عندهم إدارة موهبة أكبر من الموهبة. عادل إمام الوحيد اللي عنده الاثنين أعلى من بعض، عنده الموهبة والكاريزما وحسن الإدارة وكل الحاجات حقيقة. عنده كل الحاجات حقيقة. وعنده الجدعنة وطيبة القلب والاحتواء والذكاء. طب وأحمد حلمي يا أستاذ علاء؟ أحمد حلمي عنده ذكاء فطري واجتهاد رهيب. أنا لومه بقى ألومه في إيه؟ أنت يا حلمي النجم أنا مش عايز أشوفك مهزوز. أنا متعود عليك، إيراداتك عالية جدا، متعود عليك أفلامك كلها ناجحة، فلازم تنجح، ما ينفعش ما تنجحش. حلمي أنا وإنتي نخش له الفيلم وإحنا عاملين كده. صحيح. عارفة أتفرج على حلمي في الأوبرا، أتفرج على حلمي في الشارع. صحيح. اتعودنا عليه ناجح. صحيح. أنا عايزك، وبعدين أنت ربيت ابني، أنت الأطفال بيحبوك. صحيح. فأنت مسؤوليتك كبيرة في اختياراتك. ده اللي كان توجه، فانت ما ينفعش تبقى نجوميتك اكبر من عملك. فهمتي كان حلم؟ فدخل في الموضوع مع الست